الديانة الحقيقية للفنان المصري عادل إمام التي أخفاها عن الجميع وجنسيته وأهم السيدات بحياة الفنان المصري عادل إمام. مشان عيد ميلاد النهاردة بهذه الكلمات نشر الزعيم عادل إمام صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، صورة يحتفل من خلالها بعيد ميلاده 80 والذي يوافق 17 من مايو ولكن على طريقته الخاصة. ونشر الزعيم الصورة وهي من مقطع فيلم السفارة في العمارة حين كانت احدى مضيفات الطيران تقدم التورتة لاحد الركاب وانهالت عليها التعليقات من جانب محبيه ومعجبيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين له الصحة والسعادة. هؤلاء اهم السيدات بحياة الفنان المصري الكبير عادل إمام. وراء كل رجل عظيم امرأة، عبارة تقتضي البحث عن تلك السيدة التي تقف وراء المثيرة الناجحة لهذا الشخص. لكن حينما يكون الحديث متعلقا بزعيم الكوميديا في الوطن العربي عادل إمام فالأمر هنا مختلف. عادل إمام الذي يحتفل الوطن العربي بعيد ميلاده 80 نجح في كتابة تاريخ فني مستقل عبر عدد كبير من الأعمال الفنية التي سيظل الجميع يتعلم منها على مدار سنوات، بعدما أصبح الزعيم بمثابة مدرسة فنية يشرف أي فنان أن يمر من خلالها. ولأن الرحلة دائما ما يكون لها فرثانها، فهناك نساء لهن نصيب الأسد في رحلة الفنان المصري الكبير عادل إمام الفنية، وعلى رأسهن تأتي والدته، تلك السيدة التي لم تكن تقرأ وتكتب ولكنها بحسب حديث ابنها عنها كانت تمتلك حسا ثقافيا غريبا، وكان لها حضور خاص يدفع الجميع إلى الوقوف احتراما لها حينما تدخل إلى المجلس. فيما كانت علاقتها بابنها الأكبر عادل لها طابع خاص، وربما كانت دعوتها الأشهر هي السبب فيما وصل إليه زعيم الكوميديا، حيث كانت دائما ما تدعي له قائلة ربنا يحبب فيك خلقه. ورغم ارتباطها به لم يكن هناك مانع من تأديبه وقت الخطأ، حيث تذكر عادل إمام ما حدث حينما كان طفلا صغيرا في طريق العودة بصحبة والدته وصديقتها، حينما شاهد البعض يدخلون إلى إحدى دور العرض السينمائية. وقتها صمم الطفل على الدخول، خاصة وإنه يشعر أن هناك بهجة تشع من داخل هذا المكان يرغب في استكشافها، لكن والدته رفضت الأمر لأنهم في طريق العودة للمنزل. وأمام إصرار الطفل وغضبه وبكاءه الشديد لم تجد الأم حرجا في ضربه بالحذاء من أجل تعليمه وتأديبه كي يستمع إلى ما تقول، وهو الأمر الذي كرره والده بعد عودتهم إلى المنزل. فقدان الحب الأغلى. حينما توفيت والدة الزعيم كانت تعاني من المرض ولم يكن هو يتمنى لها سوى الراحة، وكانت وقتها في المستشفى حينما تلقى عادل إمام اتصالا يخبره بالأمر المفجع. بعد تلقيه الخبر صلى ركعتين لله ثم توجه إلى المستشفى ليجد والده يبكي، فدخل إليها عادل إمام لكنه لم يرغب في الكشف عن وجهها ولم يبكي. وبعد مرور شهر على وفاتها كان يقود سيارته في منطقة وسط العاصمة ليقرر فجأة التوقف، ودخل بعدها في نوبة بكاء طويلة بعدما تذكر والدته وعلم بشعور فقدانها، ليؤكد انه افتقد اكبر واغلى حب في حياته ولن يوجد شخص يحبه مثلما احبته امه.
العسكري الأبيض. وقت وفاة والدته أكد عادل إمام أنها توفيت وهي تدعي لزوجته السيدة هالة الشلقاني التي يطلقون عليها في المنزل لقب العسكري الأبيض، وهو ما فسره عادل إمام بأنها أم بالمعنى الحقيقي للكلمة، وذلك على الرغم من إجادتها للغة الفرنسية وانتمائها لطبقة ارستقراطية، حيث يتذكر وقت زواجهما حينما أخبرته قائلة: إحنا أحرار دستوريين، في إشارة إلى عراقة عائلة. فما كان منه إلا الرد مازحا: وأنا من ولاد عبد الناصر اللي ادوكوا بالجزمة على دماغكو. هالة الشلقاني فلاحة مصرية تخرجت من كلية الحقوق، لكنها قررت التفرغ الكامل للمنزل وقت زواجهما. كان الزعيم متخوفا من فكرة الزواج وهل ستكون هي السيدة الأخيرة التي يعرفها، كما إنه ما تزوج دون علم عائلتها في البداية، حيث اعترضوا على عمله، ولكنها أصرت على الزواج منه. ومن وقتها وهو يدين لها بالكثير من الأمور، اللقاء الأول جمعهما عن طريق الراحل سمير خفاجة، حيث كانت زوجته تقيم مع جدتها التي تسكن إلى جوار خفاجة، وكان عادل إمام يأتي بصحبة أصدقائه. وحينما كانت تنظر من النافذة كانت تجد بعض المعاكسات، إلا أن عادل إمام الوحيد الذي لم يقم بهذه الأمور، ومن هنا جاءت الشرارة الأولى: الإبنة المدللة. ومن الأم إلى الزوجة تأتي الإبنة التي تتربع على قلب والدها، وهي سارة عادل إمام، تلك التي تحدث عادل إمام عنها كثيرا وحكى في لقاء سابق كواليس زواجها. حينما جاءت عائلة زوجها لطلب يداها، وقتها كان هناك تخوف لدى عائلة الزوجة، لأن والد الزوجة كان ينتمي إلى جماعة الإخوان، والجميع يعرف موقف الزعيم من الجماعة. وبمجرد وصول الأب أخبر عادل إمام أنه لا علاقة له بالسياسة، ولكنه منضم للجماعة منذ أن كان في 19 من عمره. فما كان من عادل إمام إلا إخباره أنه عضو بحزب العمال والفلاحين الشيوعي المصري منذ أن كان في 16 من عمره، ليخبره قائلا: نجرى الفتحة. فأتم الزواج. ابنته يرى إنها بالدنيا وما فيها، وكذلك بناتها. وحينما كانت في شبابها كان حريصا على مصادقتها، حتى إنه في يوم من الأيام سألها قائلا: أنت ما بتحبيش؟ فأصابت الصدمة ابنته، لكنه أخبرها قائلا: أنا هكون أسعد واحد في الدنيا لما أعرف إنك بتحبي. وأوصى نجليه محمد ورامي أن يصادق ذلك الشاب المرتبط بابنته، حتى بات فخورا بزواجه منها. وعلى الرغم من حرص عادل إمام الشديد طوال مسيرته الفنية على إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن الإعلام، إلا أن أولاده دخلوا عالم الفن، إذ أن ابنه الأكبر رامي يعمل في مجال الإخراج، في حين يحقق ابنه الأصغر محمد نجاحا كبيرا في عالم التمثيل. وبمناسبة عيد ميلاد الزعيم تداول الجمهور فيديو قديما ونادرا للزعيم وزوجته هالة الشلقاني خلال حديثهما عن قصة حبهما وكيف تعرف على بعضهما. وفي التفاصيل كان الفنان عادل إمام في زيارة لصديقه سمير خفاجة وعدد من أصدقائهما المشتركين، وفي هذه اللحظة أطلت السيدة هالة من الشباك ليبدأ الجميع بالنظر إليها ومعاكستها، باستثناء الفنان عادل إمام، وهو الأمر الذي لفتها أكثر شيء فيه على حد قولها. وعن هذا الموقف قال عادل إمام: فجأة الشباك اتفتح وخرج شيء له حضور ومبهج، كلهم عكسوها إلا أنا، مش دي الطريقة اللي تعجبني. كما كشفت السيدة هالة في الحوار نفسه عن إنها هي من دفعت عادل إمام للزواج منها،
حيث كان يخشى المسؤولية ولديه تخوف من الزواج لتشجعه على هذا الأمر. ومن جانبه قال عادل إمام إنه لم يكن يفكر بالارتباط رسميا وإنه كان يشعر بالخجل، إلا أن هالة استطاعت إقناعه قبل مرور سنة على علاقتهما، وأردف قائلا: في البداية أنجبنا طفلا رامي وأخبرتها أن ولدا يكفي، ثم أنجبنا ابنتنا سارة وحينها أخبرتها أن ولدا وفتاة يكفيان، إلا إنها عادت وأنجبت محمد ولا أدري إذا كانت ستنجب المزيد بعده. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو معلقين أن هالة كانت جميلة جدا في شبابها وما زالت، وأن علاقاتهما مميزة، إذا أن عادل إمام أشار في أكثر من مناسبة أن زوجته هي الحب الأول والأخير في حياته، وإنه لم يتخيل يوما إنه قد يرتبط بها. ومن المعروف أن السيدة هالة ساندت زوجها خلال مسيرته الفنية بشكل كبير ودعمته، وكانت من أهم أسباب نجاحه في مسيرته الفنية. هل تنصر الفنان المصري عادل إمام وانتقل للمسيحية الديانة الحقيقية للفنان المصري عادل إمام؟ في وقت من الأوقات عاش الفنان الكبير عادل إمام حالة من القلق انعكست على أسرته والمحيطين به، جاء ذلك قبل عرض فيلمه الجديد حسن ومرقص بمشاركة النجم العالمي عمر الشريف. وقالت مصادر قريبة من أسرة الفنان عادل إمام والملقب بالزعيم إنه انتقل من فيلا القاهرة إلى فيلته في بورتو مارينا، مما استدعى انتقال عائلته إليها خشية عليه من الحالة النفسية السيئة والقلق التي يعيش فيه الزعيم. وكان نشطاء في ذلك الوقت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوا إلى مقاطعة أعمال الفنان المصري عادل إمام، متهمين إياه بالتحول عن الدين الإسلامي إلى المسيحية، مرفقين دعواتهم هذه على صفحاتهم بالموقع الإلكتروني بصور من مشاهد فيلم حسن ومرقص، حيث يرتدي فيها الزعيم لباس القساوسة والرهبان ويتدلى الصليب من عنقه. وأنشأ الموقع صفحة خاصة به شعارها: نداء إلى كل المسلمين، قاطع المسيحي عادل إمام. وفضل الزعيم مع أسرة الفيلم عدم التعليق على الهجوم. وقالت المصادر في ذلك الوقت أن الزعيم عاش حالة من القلق الشديد، أصيب من جراءها بتقلص معوي وآلام في المعدة شديدة نتيجة الهجوم على فيلمه قبل أن يعرض، وخشية من أن يؤدي الهجوم إلى فشل الفيلم، خصوصا وأن الزعيم يراهن على هذا الفيلم ليكتسح به أفلام الصيف في ذلك الوقت. ويحاول الفيلم الذي يقوم فيه عادل إمام بدور رجل دين مسيحي والنجم عمر الشريف بدور رجل دين الدخول في قضية الوحدة الوطنية في مصر بطريقة مختلفة عن تلك التي تم التعامل بها في الأفلام المصرية وتصويرهم، وهم يسيرون متشابك الأيدي ومن خلفهم صوت الأذان وأجراس الكنيسة، إذ يجسد ظروف كل منا رجل الدين المسيحي والعالم المسلم بعد تعرضهما لتهديدات أجبرتهما على أن يعيش كل واحد منهم دور الآخر، وذلك في إطار كوميدي وسط قصة حب تجمع بين ابنه رجل الدين المسيحي وابن العالم المسلم. ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عادل إمام وعمر الشريف الفنانة لبلبة، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وإنتاج شركة جود نيوز. وقد تعدت ميزانيته 30 مليون جنيه، لكن فيما يبدو فإن نشطاء الفيسبوك يساهمون ربما دون قصد في إهداء دعاية مجانية للفيلم عبر هذه الحملة التي كل سندها هو مشاهد تمثيلية فقط يقوم فيها عادل إمام بدور رجل دين مسيحي. ولكن في الأخير ديانة الممثلين
الممثل المصري الكبير والرائع والمتألق عادل إمام. الديانة هي الإسلام، والطائفة هي السنة، والجنسية هي المصرية. ويذكر أن الزعيم عادل إمام يشارك في رمضان الحالي بمسلسل فالنتينو، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم الفنانة المصرية دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين وحمد المرغني ومجموعة أخرى من الفنانين، وتأليف أيمن بهجة قمر وإخراج نجله رامي إمام.